وصفتنا لليوم ترند الخيار بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة. أول حاجة حبدأ أقسم الخيار بهذا الشكل. إذا ما عرفتوا تقسموا الخيار بهذه الطريقة عادي قسموها شرايح. بعدها حضيف عليها الخيار الليمون وكمان الشطة، كتروا عليها شطة والخل، وأضيف عليها الصويا صوص أو دبس الرمان، رشة ملح وفلفل أسود والكمون والسماق، وآخر حاجة رشة سمسم وأقلبها. خلاص كده هي تكون جاهزة معانا، بس أنا حبيت أقدمها مع الأندومي. ححضرها بالقدر الصغير الكهربائي من إديسون، مرة حلو القدر وسهل الاستخدام وحرارته مرة عالية، طبعا تقدروا تستخدموه في أي مكان. حقدمها بهذا الشكل مع ترند الخيار. رأيي بترند الخيار إنه هو مرة حامض، وعشاق الحوامض أكيد حيعجبكم، وبالعافية عليكم، لازم تجربوها وتعتمدوها. ماما يا عملتي، ليش ما عملت خبز الفتوش؟ خبز الفتوش؟ اي والله يا زينة أفندي، صايرة ترند، لازم نجربها. هلا أنا حطيت الخبز بالزيت وضليت أحط عليه زيت حامي كمان لحتى ينفش، بعدين كسرته من هذا الطرف وحطيت بقلبه الفتوش، وهلا لازم نقلبه. صراحة كانت صعبة بس بتشهي، شو رأيك؟ وليا أنا أمتي بتجنني. أنا ما بغيبش كده أنت، أنا بغيب عشان أفنن، عشان أرسم، عشان أخطط. أبيك تصدمني وتقولي لي الحين ما جربت، تكفى، أصدمني.